أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تألف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله خطوتي، وعلى طريق الله قام لساني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، إذا بدك تعرف مقامك، اعرف في إيش الله قامك، يعني في إيش الله شغلك. شغل أحبابه في إيش؟ في إيش شغل أولياؤه؟ في إيش شغل أطهر ناس على وجه الأرض؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اشرح صدورنا لعمل الأنبياء، ويسر علينا عمل الأنبياء. شوف لك الحديث ما أحلى، كل كلام الله عز وجل، كلام الرسول عز وجل كله حلو. حرمت الجنة على الأنبياء حتى يدخلها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحرمت على الأمم حتى تدخلها هذه الأمة. في إيش يا إخواني؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. رسول عليه السلام جالس في الكعبة، زاده الله عزا وتشريفا وتعظيما ورفعة وشموخا، إلا طفيل ابن عمرو الدوسي جاي، فقد ما خوفوه من النبي عليه السلام، وبيعمل وبيساوي وكاهن ومش عارف إيش، خاف يكلم النبي وخاف يجي على النبي. حط في إدانيه الكرسف، يعني القطن، حطهم في إدانيه، خوف ليسمع من النبي، خوف قال ليضحك عليه، وخوف ليسحره. شوف الكلام. لكن عاود، فأبى الله إلا أن يسمعه، فقام الكرسف من إدانيه وقال والله أنا أشطر الناس بالشعر وبالأشياء زي هذه، إذا هو بده يسحرني بده كذا بفهم، أنا بعرف. فقام القطن من إدانيه فكلموا عليه الصلاة والسلام، فسمع هالكلام، لا هو سحر ولا هو كهانة ولا هو دجل ولا هو حاجة، على طول الله أراد الهداية، والله قذف من نوره في قلبه. اللهم اقذف من نورك في قلوبنا يا الله، اللهم املأ قلوبنا بحبك. ضلوا ادعوا يا جماعة هذا الدعاء، هذا دعاء النبي عليه السلام، دعاء داود هو. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد. اللهم أملأ قلوبنا بحبك يا ذا الجلال والإكرام. فأجى الطفيل ابن عمرو الدوسي، سمع من النبي عليه السلام، فالله عز وجل قذف النور في قلبه. قال له يا رسول الله، على طول يا جماعة منين جايب لي الدليل على الدعوة؟ أي هي الدعوة بدها دليل يا جماعة؟ هذه فطرة يا جماعة، مع هذا الإنسان محب ربه على طول بدعي إلى الله، بدهاش دليل الدعوة؟ والله الدعوة ما بدها دليل، بس هذا اللي بقول لك هات لي دليل، هذا في ظلمة في قلبه، هذا في عظمة لغير الله في قلبه. أما من حد ما تجي عظمة الله في قلب الإنسان ويدخل النور في قلب الإنسان، على طول بصير يدعي إلى الله، يبتدي يفتح شهيته على مدح الله وعلى تمجيد الله وعلى الثناء على الله، على طول راح على أهله. كلامكم علي حرام، يعني شديد كان. فما أسلم معاه إلا مرته أبوه وإمه، يعني انفق أهله، أهله اللي أسلموا معاه. لكن سنة كاملة وهو يطارد وراهم، ما واحد أسلم معه. روح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله غلبتني دوس، غلبتني دوس، ادي على دوس، دمر دوس يا رسول الله، اهلك دوس يا رسول الله. فرفع ايديه عليه الصلاة والسلام اللي في قلبه الرحمة، اللهم اهدي دوس وأتي بهم مسلمين. قالوا هلكت دوس قبل ما يدعي، هلكت دوس. فسؤال نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، اللهم اهدي داوس وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي أمة محمد يا ذا الجلال والإكرام. فراح قال له فيك فيهم ناس كتير محترمين زيك يا طفيل، روح ارفق فيهم وكلمهم كلام هين لين، عسى الله إن الله يشرح صدورهم. فراح عليهم وكلمهم كلام. قديش إجا معاه هذا الطفيل؟
70 بيت إجا معاه كلهم مسلمين، وفيهم عنوة يا حبابي، فيهم عنوة، فيهم أبو هريرة راوي ألفات الأحاديث عن رسول الله. طيب كل حسنات أبو هريرة في ميزان مين؟ الطفيل الدوسي. ليش؟ لأنه من دعا إلى هدى أو من دل على خير فله مثل من تبعه ما لم ينقص من أجورهم شيئا. فيا أخواني الدعوة، قديش الطفيل الدوسي؟ دور عليه، ملوش 20 حديث أو 15 حديث، لكن أبو هريرة له ألفات الأحاديث. فنسأل الله إن الله يشرح صدورنا للدعوة ولمدح الله وتوجيه الله والثناء على الله حتى نجمع الأنبياء يوم القيامة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. رب اهدني فيه، نور لياليه، وبدد أنتيه، أسعى لنيل رضاك. اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا واجعلنا ويانا تحت الخطى لهداك.